أغنى رجل في مصر بيفكك إمبراطوريته الاقتصادية. ناصف ساويرس أغنى رجل في مصر بيخطط إنه يغير في شركته OCI اللي بتشتغل في الكيماويات والأسمدة، وده بعد ما عمل تغييرات كتير في شركاته التانية. ساويرس عايز يغير في OCI اللي هي أغلى شركاته عشان تبقى أحسن، وده اللي هيعمله عن طريق بيع بعض أصول الشركة وتقسيمها. ساويرس باع أصول من OCI بقيمة 7 مليار دولار، منها مصنع أسمدة في أمريكا، وكمان هيحول مكتبه من مصر لأبو ظبي. ساويرس بيقول إنه هيحول شركة أوراسكوم للصناعات التحويلية لكي تستثمر في مجالات جديدة، وده بيحصل عشان في ضغوط من مستثمرين أجانب عايزين ساويرس يغير في شركاته. ساويرس بيقول إنه هيقرر مع فريقه إيه اللي هيعمله في OCI، وربما تبقى الشركة قطعتين وتبقى آلة للاستثمار. وهو كمان بيخطط يغير في شركة أوراسكوم للإنشاء والتعمير، وساويرس هيحول شركته NNS لأبو ظبي، وبيخطط يستثمر في شركات كتير في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. لا شك أن هذه التحولات الكبرى في إمبراطورية ناصف ساويرس ستحدث تغييرات جذرية في عالم الأعمال المصري والعالمي، وننتظر بفارغ الصبر ما ستسفر عنه هذه الخطوات من نتائج. المصدر معنا كم القاهرة 24.